والله أنا حاليا متفرغ يعني بنسبة 90% لمنصة أريد، ولدي بعض الأعمال الاستشارية، أعمل كمستشار ل يعني بعض المؤسسات من ضمنها في المملكة العربية السعودية، مؤسسات في مجال الإعلام والرقمنة والتحول الرقمي والوجود الرقمي والبنية التحتية الرقمية، بعض المؤسسات في العراق أيضا أعمل لها كمستشار يعني على صعيد الاستشارات. مؤخرا التحقت بوزير الثقافة والإعلام، وزير الثقافة في المالديف الدكتور آدم، أصبحت مستشار يعني لوزارة الثقافة في المالديف باستشارات ما تتطلب يعني الالتزام بالدوام أو الحضور الفعلي، وإنما بين فترة وأخرى أنا أقدم لهم بعض الخدمات الاستشارية أما عن بعد أو بالحضور الفعلي يعني لتطوير هذه المؤسسات. فأغلب أعمالي بين الاستشارات وبين الإدارة والإشراف على منصة أريد وتطوير المشاريع التي نعمل عليها الآن، القرية العلمية ووقف الذكاء الاصطناعي والمشاريع التي نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى.